بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث يدل على أن العبرة ليست بصورة العمل، وإنما العبرة بالمقاصد. فهذه الأعمال الثلاثة في صورتها هي أفضل الأعمال: الجهاد في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله، وتعلم العلم والقرآن. ولكن لما كانت نية أصحابها غير خالصة لم تنفعهم هذه الأعمال، فدل على أن المدار على النية وعلى القصد لا على صورة العمل. دل على أن الرياء يحبط العمل، ولو كان هذا العمل بصورته من أكبر الأعمال. نعم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم. نعم، هذا ابن القيم يحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أفضل الناس الأنبياء، وشر الناس من تشبه بالأنبياء وهو ليس منهم. فليست العبرة بصورة الأعمال. تشبه بالأنبياء طيب في أصله، ولكن نظرا لقصد صاحبه صار من شر الناس، مع أن ما عمله من خير الأعمال لو صدق فيه. نعم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والصديقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. كذلك الأنبياء أولى، بعد الأنبياء الصديقون ثم الشهداء، هؤلاء خير الناس بعد الأنبياء، وشر الناس من تشبه بهم وهو ليس منهم، وإنما يقصد الرياء. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. كذلك من مبطلات الأعمال الظلم، فأولا الرياء والشرك، ثم ظلم الناس. فالإنسان قد يأتي بأعمال صالحة كثيرة وخالصة لوجه الله، ليس فيها رياء، أعمال صحيحة خالصة، لكن يأخذها المظلومون ولا يبقى له شيء. فبعد ما يخلص الإنسان نيته لله كذلك يترك ظلم الناس، وإلا فإن المظلومين يأخذون أعماله يوم القيامة في مقابل ظلمهم. لا بد من القصاص
والقصاص يوم القيامة لا يكون بالدراهم والدنانير، وإنما يكون بالأعمال. الآخرة ليس فيها أموال ولا دراهم، فيها أعمال. على المسلم أنه يتخلص من المظالم في هذه الدنيا بأن يطلب المسامحة من المظلوم ويعطيهم حقوقه التي أخذها منهم لأجل أن يسلم منهم في الآخرة، تبقى له أعماله. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. نعم. كذلك من أنواع الظلم للناس، من أنواع ظلم الناس الغصب، وهو الاستيلاء على أموالهم قهرا، الاستيلاء على أموالهم قهرا بغير حق، هذا يسمى بالغصب، وهو ظلم، نوع من الظلم، لكنه يختص باسم الغصب. هذا جزاؤه يوم القيامة، من غصب أرضا جزاؤه يوم القيامة أنه يطوق هذه الأرض، تجعل طوقا في عنقه من 7 أراضين، 7 طبقات، يوسع عنقه ويطول حتى يتسع لهذا الطوق الذي يحمل إياه يوم القيامة. نعم. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نعم. قال: قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نعم. هذا يدل على شدة حر النار يوم القيامة. نار الدنيا لا أحد يطيقها، مع أنها أخف بكثير من نار الآخرة، فهي جزء واحد من 70 جزء، جزء واحد من 70. نار جهنم أشد منها 69 مرة. إذا كان كنا لا نطيق نار الدنيا، كيف نطيق نار الآخرة؟ النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فعلى المسلم أن يتذكر هذا: فرأيتم النار التي تورون أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ففيها عبرة، فيها عبرة في أنها تذكر بنار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، جعلناها تذكرة تذكر بنار الآخرة. إذا كنت لا تطيق أن تقرب من نار الدنيا، مع أنها بالنسبة لنار الآخرة جزء يسير من 70 جزء، كيف تطيق نار الآخرة؟ نعم. أضعاف. أضعاف. نعم. وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن المعصية تحل سخط الله. هذه تحذيرات، أولا من الشرك وهو أكبر الذنوب، ثم يليه حقوق الوالدين، ثم يليه ترك الصلاة، يليه ترك الصلاة متعمدا، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، لكن إذا تاب تاب الله عليه وحافظ على الصلاة. وما أكثر من يتساهل بالصلاة اليوم ويتهاون بها وهو يعيش مع المسلمين، يتسمى باسم المسلمين، ولكن الصلاة لا قيمة لها عندهم ولا يبالي بها، هذه خسارة عظيمة، برئت منه ذمة الله، هذا أشد عقوبة. وكذلك لا يتساهل الإنسان ببقية المعاصي، هذه المعاصي من أكبر الذنوب، وما بعدها فهو دونها وهو معصية، فلا يتساهل الإنسان بالمعاصي عموما، لأن صغار المعاصي يجر إلى كبارها، ولأن صغار المعاصي تجتمع وتشكل خطرا عظيما إذا تساهل الإنسان بها. نعم. والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. التحذير من الذنوب، الأحاديث في التحذير من الذنوب
هذا رد على الذين سبق ذكرهم من المرجئة الذين يقولون أنه ما تضر المعاصي مع الإيمان ويعتمدون على الرجاء فقط على رجاء رحمة الله، لذلك سموا بالمرجئة، يعتمدون على الرجاء فقط ولا يخافون من الذنوب والمعاصي، يقولون يكفي الإيمان مع أنه لا إيمان بدون عمل، يقولون لا يوجد إيمان بدون عمل، وإلا فلا لا يكون هناك إيمان بدون عمل، مغالطة. هذا في رد عليهم اللي يتساهلون في المعاصي ويقولون ما دام الإنسان في قلبه إيمان ما يضر، إنه يأتي ما أتى من السيئات، يترك الواجبات، يكفي أصل الإيمان في قلبه، هذا غرور والعياذ بالله. فإنه لا إيمان لمن لا عمل له، ولا إيمان لمن لا يترك محارم الله عز وجل، وأن الله كما أنه ذو رحمة وذو مغفرة فإنه ذو عقاب شديد وذو بطش، فلا تنسى هذا، لا تنسى أنه شديد العقاب، وأنه خلق نارا عظيمة، خلقها لأي شيء؟ خلقها للعقوبة، يعاقب بها أعداءه، عاقب بها العصاة، ما خلق جنة فقط يقول ما فيه إلا الجنة ولا تضر المعاصي ولا، بل خلق نارا، النار خلقت لماذا؟ خلقت عبثا، خلقت إلا ولها أهل ولها أعمال تؤدي إليها، فكما أن الإنسان يرجو رحمة الله فإنه يخاف من عقوبة الله، يكون بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يحمله على الأعمال الصالحة وخوفه يحمله على ترك الذنوب، من خاف ترك الذنوب ومن رجا عمل الأعمال الصالحة. نعم. ولا حديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. أضعاف. الله. ولا حديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما أضعاف أضعاف ما ذكرنا. أضعاف أضعاف. نعم. الله. ولا حديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويوصل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. نعم، هذا رد على المرجئة اللي يتعلقون بحسن الرجاء ولا يبالون بالمعاصي، من رجا فإنه يعمل ولا يقتصر على الرجاء، هذا رجاء مذموم، الرجاء الذي ليس معه عمل رجاء مذموم، الرجاء المحمود هو الرجاء الذي معه عمل وترك للمحارم، هذا هو الرجاء المحمود، كما أن الخوف المحمود هو الذي ليس معه قنوط من رحمة الله، وأما الخوف المذموم فهو الذي معه قنوط من رحمة الله عز وجل. نعم. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به. احذره، أي احذر من الله جل وعلا، ولا تغتر به، يعني بعفوه ورحمته، وتنسى غضبه وتنسى عقابه. نعم. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإن قطع اليد في 3 دراهم. قطع اليد وهي عضو من الإنسان فيها نصف الدية تقطع ب3 دراهم، يعني بقدر 3/4 ريال من دراهمنا اليوم، يدفع بتقريب 3/4 ريال، إذا كان هذا في ذنب في 3 دراهم تقطع يد فيها نصف الدية، هذه عقوبة، عقوبة على ذنب في نظر الناس إنه يسير في الدنيا، فكيف بالعقوبة في الآخرة؟ عقوبة في الآخرة أشد، الذي عنده شرك وعنده كفر وعنده نفاق وعنده ظلم للناس وعنده، هذا كيف يكون مصيره يوم القيامة؟ إذا كانت تقطع يده في الدنيا بجريمة صغيرة في أعين الناس 3 دراهم، وكيف بغيره من الذنوب؟ لهذا لما اعترض المعري الملحد فقال: يد ب500 عسجد، يعني نصف الدية قطعت، يد ب500 عسجد وديت، يعني ديتها نصف الدية، ما بالها قطعت في نصف دينار؟ يعترض يقول: كيف أنها ديتها 500 ريال من 500 دينار من الذهب لو اعتدي عليها، كيف أنها تقطع ب3 دراهم ربع دينار كما في الحديث؟ فأجابه علماء السنة وقالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فهم.
حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما خانت هانت. فالإنسان يهون عند الله بالذنوب والمعاصي ويعظم عند الله بالطاعات. هذا مثال. نعم. وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، كذلك الإنسان يجلد 80 جلدة على جرعة من الخمر، جرعة واحدة إذا شربها، فكيف يأمن من عذاب الآخرة اللي هو أشد. نعم. وقد دخلت امرأة النار في هرة، امرأة حبست هرة، هرة عند الناس إن الهرر ما لها قيمة ولا لها حرمة، حبستها ومنعت منها الطعام والشراب حتى ما دخلت النار في هرة، بينما امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، وجدته يلهث من العطش فسقته، هو كلب ما هو عند الناس شيء، غفر الله لها جرمها العظيم والزنا ودخلت الجنة. نعم. فلا يتهاون بالأعمال بالحسنات وقال هذه سهلة ولا تسوي شيء، ولا يتهاون بالسيئات وقال هذه ما هي بشيء. نعم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الذنوب شيئا. نعم. واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا، واحد قتل في سبيل الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغبطه الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، لأنه في نظرهم وفيما يظهر لهم أنه شهيد قتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، يعني ليس في الجنة، إن الشملة التي غلها لتلتهب وعليه نار. شملة وهي نوع من الكساء يلتف به، أخذها من المغانم بدون قسمة، أخفاها فالتهبت عليه نارا مع أنه شهيد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. هذا حديث طارق بن شهاب الذي في كتاب التوحيد، أن رجلا دخل الجنة في ذباب يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب يعني بسبب ذباب. الذي دخل الجنة لما طلبوا منه أن يذبح للصنم أبى، قالوا اذبح ولو ذبابا، قال لا، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. والثاني تساهل قال الذباب سهل اذبحه للصنم فدخل النار، يعني هذا الشرك، الشرك لا يغفر منه شيء حتى يتوب منه صاحب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كان قليلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. هذا شيء سهل في نظر الناس ومع هذا جزاؤه. نعم. من امتنع من ذبحه لغير الله دخل الجنة، وكيف بالذي يذبح المئات من الغنم للقبور والأصنام والعياذ بالله، يذبح المئات من الأغنام والأبقار للقبور والأضرحة، إذا كان الذي ذبح ذباب دخل النار فكيف بالذي يذبح الأنعام الكثيرة يتقرب بها إلى غير الله عز وجل. نعم. قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. العبرة ما هي بصورة المذبوح، العبرة بالقصد والنية، تساهل في الذبح لغير الله، تساهل في الذبح لغير الله فهلك والعياذ بالله. نعم. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ما كنت لأقرب لأحد شيئا ولو كان يسير، عظم الشرك، عظمه وخاف منه فدخل الجنة، وجعل نفسه فداء حيث قتل، فداء لعقيدته فقتل صار شهيدا دخل الجنة. نعم. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. الذي قال والله لا يغفر الله لفلان دخل النار، قال كلمة واحدة أحبطت أعماله.
وفي الحديث الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة إذا كانت من سخط الله، فكيف بالذي كل أكثر كلامه أو كل كلامه من سخط الله؟ نعم. فربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا. فربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به. نعم، مثل ما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. واللي صاحب الجنتين الذي قال لا ما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، ولا يردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. فاغتر بما عنده في الدنيا وظن أنه إذا كان هذا في الدنيا الآخرة يعطيه الله أكثر، هذا غرور والعياذ بالله. قد يعطي الله الدنيا للكافر والمشرك، لأن الدنيا ليست عند الله بشيء ولا تساوي جناح بعوضة. أما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب، أما الدنيا فالله يعطيها من يحب ومن لا يحب. فلا يغتر الإنسان بحاله في الدنيا والنعيم اللي هو فيه في الدنيا ويظن إنه في الآخرة بدون عمل وبدون تقوى وبدون طاعة إنه في الآخرة يكرم. الآخرة ما هي ما تحصل إلا لأهل العمل الصالح. نعم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. نعم. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا رأيت الدنيا في يد من لا يخاف الله عز وجل فاعلم أنه استدراج، وهذا في القرآن كما سمعت. وأما إذا كانت مع الطاعة والعبادة فهذه إعانة من الله سبحانه وتعالى. فالعبرة في حال الإنسان، ليست العبرة بما في يده من الغنى والثروة، وإنما العبرة بحاله مع الله سبحانه وتعالى. فإن كان عاصيا لله هذا استدراج، وإن كان مطيعا لله فهذه نعمة وإعانة من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وذكر سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أن هذا لكرامته على الله يغفر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه فأفقره فيقول ربي أهانا، يظن أن هذا إهانة من الله مع أنه من مصلحته، مع أن هذا من مصلحته ما هو بإهانة، كرامة. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وتمر عليه الشهور لا يوقد في بيته نار. ما هو دليل هذا على هذا؟ حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، الدنيا ما هي بدليل، لا قبضها دليل على الإهانة ولا بسطها دليل على الكرامة. نعم. وقال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معصيه فاحذره فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. دل على أن الغنى ابتلاء وأن الفقر ابتلاء أيضا، كل منهما ابتلاء. نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعته. كلا هذا نفي، هذا نفي. كلا أي ليس الأمر كما تظنون. نعم. أي ليس كل من نعمته ووسعته عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. نعم. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. نعم. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. نعم. فصل: وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.